نشوف ايضا نعدد معاكم الجنازات، ايضا هنشوف بشوي. الراجل رايح يصلي الساعة 7:30، راح يعبد ربه. ايه اللي عمله علشان تنفجر كل الكراهية والحقد ضد هذا الشباب؟ اول واحد هو ده، هو الغالي ده حبيبي، ده من يوم ما طلع لوراني ما سمعني كلمة وحشة ولا حتى بذل، غير معززني ومجلعني. ويا ربنا يعلم، واقول الله يرحم، خفف مفاقيه وضر ما تحتي ويجعل مرقده في السماء، وانا يديني صبر، انا كدي الغلاوه يديني صبر وعزه من عنده. هو الغالي، هو غالي، الله يرحمه هنيال، عيد في السماء مع يسوع، السماء فرحانه بيه، السماء محتفلة بيه، احنا محتفلين في الارض ومحتفلة بيه في السماء فوق. راح السماء علشان احنا برضه موجودين على الارض بيدعينا وسامحنا ربنا بقى. هقول للناس اللي قتلت بشوي ان احنا بنصلي لكم وان احنا مسامحينكم وان احنا بنتمنى من ربنا ان هو ينور حياتكم، واقول لهم شكرا ان انتوا خليتولنا في شهيد في السماء بيشفع علينا. حصل يصلي واحد زميله بس واحد صاحبه بيقول له تعالى بيشو جنبي هنا، قال له لا انا مستريح هنا. شلنا احمام كلهم مش واحد، صدقني شلته ما عرفتوش. قنبلة بالفظاعة دي دخلت كنيسة، ودخلت فين؟ مش على مش زي اسكندرية، لا ده دخلت في قلب الكنيسة من جوه. احنا بنقول له حضرتك انسان محترم، قول للناس اللي في طنطا هنا القنبلة دي دخلت ازاي؟ احنا مش هيسنينا الارهاب ولا بنخاف من ارهاب، الارهاب عمرنا وحياتنا وسجلنا كله وتاريخنا كله تضحيات. احنا بنحب بلدنا وبنحب الله الخالق قبل كل شيء، وبنقول لهم عودوا الى رشدكم، عودوا عودوا عودوا، واعلموا ان الله ما بيتركش ابدا اي مظلوم. هذا الشباب اللي ضاع، اللي تناثرت اجزاؤه، ايه اللي عمله لكم؟ ايه اللي عمله اي شاب؟ النهارده بتفجروا الكنائس، بكره بتقتلوا الناس في الطريق، ايه اللي عملوه؟ ده بيخدموا بلدهم. عودوا 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 الى رشدكم من فضلكم. احنا حزانة على مصر، احنا حزانة على الشباب اللي بيضيع، احنا حزانة 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 حزانة، لان الحزن هو مش 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 محبة، الحزن بيعلن غضبنا ضد الارهاب.